مشاهدين الأعزاء في كل مكان، سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته. نحييكم في حلقة جديدة من هذا البرنامج. البرنامج هذه المرة يتضمن جزئين، الجزء الأول أوديو والجزء الثاني فيديو. وسنستمع أولا إلى كلمة الأستاذ المناضل القائد المفكر السياسي الأستاذ أحمد القيسي. كان قدم كلمة باللغة التيغرينية قبل أيام واستمعتم لها في الريسات، الآن سيلقيها باللغة العربية. بعد ذلك سنناقش أستاذ القيسي فيما ورد من أفكار في الكلمة. أستاذ أحمد مرحب بك وتفضل، الميكروفون عندك. شكرا جزيلا. نداء إلى مناضلي الجبهة الشعبية لتحرير إريتريا بأن ساعة الصفر قد حانت. هذا النداء التاريخي موجه بشكل خاص إلى مناضلي الجبهة الشعبية للتحرير إريتريا كدعوة إلى اتخاذ قرار تاريخي وفوري التزاما بعهد شهدائنا في الساحة الإريترية بشكل عام والشعبية بشكل خاص. إن نظام إسياس أفورقي ومنذ أكثر من 20 عاماً أصبح يمثل تهديداً للكيان الإريتري ومستقبله من خلال موجات الهجرة الكبيرة للشباب الإريتري إلى جانب حروبه العبثية لجعل هذا البلد فقيراً ومعدماً يسهل ابتلاعه. ومن الواضح أن استغلال خلافه مع جبهة تحرير تيغراي الويانة ووصفها بأنها تهديد خطير لإريتريا ووجد المبرر لسحق تطلعات هذا الشعب وأصبح طرفاً في هذه الحرب الإثيوبية المدمرة، مما دفع برئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد أن يعلن جهاراً بما يسمى مصالح إثيوبيا البحر الأحمر. إن محاولات الرئيس إسياس في تمكين سلطته والحفاظ على نظامه يجب أن لا يكون مبرراً لجبهة تحرير تيغراي أن تقوم بعملية قزو إريتريا تحت حجة تصفية حساباتها مع النظام. وإن العجز الواضح لحكومة أبي أحمد في محاولة إنقاذ إثيوبيا من وضعها المنهار حاليا لا يمكن أن تسمح له بإنقاذ نظام إسياس. هذه العوامل وغيرها تجعل الفرصة المناسبة لإحداث التغيير المطلوب في إريتريا وربما قد لا تتكرر فرصة مماثلة في المستقبل. إنها اللحظة المناسبة من أجل استعادة الأهداف السامية للجبهة الشعبية الذي انقلب عليها أسياس وزبانيته في مؤامرة رسمت لإعادة ارتباط إريتريا بإثيوبيا. كما نعلم جميعا من مقاتلي ومنظمات جماهيرية وشعبنا بصورة عامة إن تنظيم الجبهة الشعبية جسد المبادئ الوطنية وقيمها كل الطاقة نحو التحرير والإغلال وليس إلى تدمير لدورتها بأي أجنبي. ووضع التنظيم نصب عينيه إقامة دولة ديمقراطية على أساس الانتخاب الحر لمجلس الشعب وتدستور بعد ذلك والتنفيذ أجنب تسيخ مداحبية صحو الإجماع حرية التنمين وإقامة الأحزاب السياسية والمجميع المواطنين أمام القانون. هذه الأسامية والتي دفع من أجل دماء كانت الهدف النهائي لنضالات شعبنا وللجهة الشعبية كطليعة قائدة. وبعد عقدين من الزمن هل يمكن القول بأننا حققنا هذه الأهداف أم إن ما جرى هو العكس تماماً؟ نحن مقاتلي الجبهة الشعبية لتحريرها لم نحصل نضالنا من أجل تحرير بلادنا الحكم الأجنبي فحسب، بل من أجل إرساء دولة القانون والنظام وسيادة القانون للجميع. وبناء على ذلك تم الإعلان رسمياً للقانون 1993 بأن الحكومة الإريترية ستقود المرحلة الانتقالية لمدة 4 سنوات حتى صدور وتصديق الدستور وإقامة حكومة. ونعلم جميعا
لأنه تم تفويض الحكومة الانتقالية لحكم البلاد لأربع اختيار إسياس أفورقي رئيسا لهذه الحكومة، وجميعنا شاهدون على ذلك. وفق هذه الرؤية تنتهي صلاحية هذه الحكومة ورئيسها في 23 مايو 1997، وتحل محلها حكومة دستورية منتخبة من قبل الشعب. ومنذ تلك اللحظة يعتبر الدستور هو المرجع والحكم، تماشيا مع أهداف تنظيم الجبهة الشعبية وتضحياتها. لكن الكارثة الكبرى أن الجميع التزم الصمت تجاه ما حدث، ما عدا المجموعة المعروفة بجي 15 التي أعلنت رفضها وتمسكها بالإطار القانوني لعملية انتقال السلطة، وأصبحت ضحية لبطش السياس وزبانيته. وتلك إحدى الجرائم الكبرى لهذا النظام. نحن مناضلي الجبهة الشعبية لتحرير إريتريا نقولها صراحة، لقد فشلنا في تحقيق أهداف الجبهة الشعبية في ترسيخ مبدأ تسليم السلطة للشعب من خلال تفعيل الدستور، وكانت النتيجة أدفع الثمن الشعب تحت سلطة عمياء وإدارة قاسية ومروعة، وأصبح الشباب الهدف في دفع الثمن بدلا من أن يكون الورث الحقيقي للأهداف النبيلة التي دفع من أجلها خيرة الشباب والرجال. واستبدلت هوية هؤلاء الشباب من مواطن حر في أرضه إلى هوية لاجئ في أصقاع المعمورة. هذا الخطأ الفادح التي ارتكبناه بالصمت على ما هو حق لشعبنا، وأصبحت إريتريا الموعودة بمستقبل زاهر أبان التحرير إلى أفقر بلدان العالم، وحاليا تجري المؤامرات إلى ربطها كونفدراليا مع إثيوبيا. علينا أن نقبل النقد واللوم الموجه لنا نحن مقاتلي الجبهة الشعبية للخطأ التاريخي الذي وقعنا فيه. فالمنطق يقول إن إسياس أفورقي لو لم يجد من يحاربه من مقاتلي الجبهة الشعبية لم عانى شعبنا من استبداد وديكتاتورية هذا النظام. ولذا ليس من العيب أن نعتذر لشعبنا، وقمة الاعتذار في هذه الحالة هو أن نخوض مجددا في نضال لا يرحم من أجل تحقيق الأهداف الحقيقية للجبهة الشعبية وقيام الدولة المدنية الديمقراطية. إن السبب الرئيسي في استمرارية هذا النظام حتى اللحظة هو السياسة التي اعتمدها النظام نفسه في بث التفرقة بين مكونات الشعب واستغلال الخلافات بين الأفراد والشرائح الاجتماعية. نحن مطالبون لتحمل المسؤولية من أجل إنقاذ المستقبل من أن لا يقع في يد هذا النظام والتحكم فيه. هذه الرسالة المنتظرة من مناضلي الجبهة الشعبية، وأن اعتمادنا على ذاتنا يعتبر شرطا أساسيا. إن إسياس أفورقي هذه الشخصية المزيفة والغير مستقرة لا يمكن أن تعفي أمام مقاتلي الجبهة الشعبية الذين خبروا أن تقف أمام مقاتلي الجبهة الشعبية الذين خبروا مرارات وقساوة المواجهات في تاريخهم النضالي وفي المواجهة العسكرية الإثيوبية. إن التاريخ النضالي للجبهة الشعبية وقاتليها يؤكد حقيقة ساطعة في كفاءة وقدرة وشجاعة كوادر الجبهة الشعبية لتحرير إريتريا في تحرير المدن في السبعينات، والانسحاب الاستراتيجي عن اختلال القوى بيننا وبين العدو، ومواجهة الحملات بدءا من الحملة الأولى وحتى السادسة، وتحرير المصوع وتدمير الجبهات العتيدة في نقفة وشمال شرق الساحل، وتحرير مدينة أسمرة. كل هذه الإنجازات كان مقاتل الجبهة الشعبية يسترشد الخط الوطني الديمقراطي الصادق، وليس بإرادة فرد واحد على شاكلة رامبو. إن هذه اللحظة تعتبر فرصة تاريخية لإحداث التغيير، وإثيوبيا مشغولة في حربها الأهلية، فلن يجد السيد أبي أحمد الفرصة لإنقاذ زميله في إريتريا والنظام إسياس أفورقي. وسينتهي أحلام أبي أحمد في تطلعه للبحر، كما لا يمكن أن نطمئن في حال انتصار جبهة تحرير تيغراي من ألا تقوم بتصفية حساباتها مع نظام إسياس على حساب إرادة الشعب الإريتري،
ولذا لا يمكن ضمان سلامة الوطن في ظل هذه المهددات. كل ذلك يدفعنا كمسؤولية تاريخية بأن عملية التغيير هي مسؤولية إريترية بالدرجة الأولى، وإن إسقاط النظام وإنهاء سيطرة هذا الرئيس وزبانيته تقع على عاتق الإريتريين، ويحدد من خلالها مستقبل الكيان الإريتري ومستقبل شعبه. لقد حانت ساعة الصفر، وليعود كل مناضلي الجبهة الشعبية للأهداف الحقيقية للتنظيمين وتحقيق أهداف شهدائنا. لقد حانت ساعة الخلاص من هذا الرئيس ونظامه، وتأكيد تاريخ الجبهة الشعبية كتنظيم وطني وديمقراطي، وتجديد عهدنا وتاريخنا الذي نفتخر به، ولتحقق القيم التي جمعتنا والوعود التي قطعناها على شهدائنا. المجد والخلود لشهدائنا، النصر للجماهير. أحمد القيسي. شكرا لك المناضل الأستاذ أحمد القيسي على كلمتك، وشكرا لكم مستمعينا ومشاهدينا الأعزاء. فاصل قصير ونستضيف الأستاذ أحمد القيسي صورة وصوت لأن يعلق ويجيب على بعض التساؤلات الواردة في كلمته. لحظات، أنتم مشاهدين الكرام مع الريسات الفضائية المستقلة. مشاهدينا الكرام، تحية طيبة مباركة، برحب بكم في هذه الحلقة اللي هي متصلة بالكلمة التي استمعتم إليها بصوت وصورة المناضل الأستاذ أحمد القيسي، الرجل السياسي المفكر، وقد أذيعت الكلمة في قسم التجرينيا من الرئيسات واستمعتم إليها في القسم العربي. لمزيد من التوضيح، لدينا بعض التساؤلات فيما ورد من محاور. أستاذ أحمد، أنا أشكرك باسم كل المستمعين أن تعود إلينا بعد أن قرأت لتجيب على تساؤلنا. ألف شكر، حياك. شكرا. سهلا. وإن شاء الله يعني أرجو إنه صدرك يتحب يتسع لنا للإجابة بعيداً عن الدبلوماسية، قريباً إلى السياسة والواقع، وأنت رجل واضح جداً ومعروف يعني. أستاذ أحمد، النداء موجه إلى مناضلي الجبهة الشعبية لتحرير إريتريا حسب العنوان. ألا ترى أستاذ أحمد أنه المرحلة تجاوزت الجبهة الشعبية وجبهة التحرير الإريترية تاريخياً وواقعياً وحتى المستقبل، وأنت القائل في يوم من الأيام في لقاء معك إنه الجبهة الشعبية وجبهة تحرير إريتريا الآن هما في المتحف، وأنا قلت لك من يملك مفتاح ذاك المتحف؟ فقلت لي الشعب. كيف تخاطب مناضلي الجبهة الشعبية وأنت الذين وضعتهم في المتحف مع الجبهة؟ في البداية السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام. القضية ليست بهذه البساطة، أنك تضع وكأنه عدة معينة تضعها في المتحف وتقفل عليها. القصة في صيرورة للحركة نفسها. أنا لما قلت أنهم في المتحف بمعنى أنه الأفكار السابقة اللي تحكمت في واقع الثورة الإريترية مكانها المتحف، بس حالياً نحن أمام معطيات وواقع سياسي جديد. هذه الكلمة موجهة للجبهة الشعبية، ليس كبديل للتنظيمات اللي موجودة المعارضة، بالعكس، بل هو تكملة لما يقوم به الأخوة في التنظيمات الأخرى. قضية أنه على مقاتلي الجبهة الشعبية أن يتحملوا مسؤوليتهم في هذه المرحلة، لأنهم هم بالدرجة الأولى الذين أتوا بهذا النظام هكذا بدون أي رتوش،
مسؤولية وجود هذا النظام على مدى 30 عاما وما ألحقه في كل شيء يتعلق بالشعب والوطن، نحن جزء لا يتجزأ في تحمل هذه المسؤولية كمقاتلين الجبهة الشعبية. لذا وجود هذا النظام وممارسات هذا النظام، نحن لسنا بعيدين عن هذا المسألة، نحن نتحمل مسؤولية، بالرغم من أن نحن أول الناس اللي دفعنا ثمن، اللي دفعوا ثمن أول الناس في مواجهة هذا النظام هم أبناء الجبهة الشعبية، سواء على مستوى قيادات أو على مستوى مقاتلين. فيجب أن لا نعطي فرصة أنه والله الخيانة الكبرى الذي وقعت داخل الجبهة الشعبية بالسيطرة على السلطة من قبل هؤلاء الناس لا يمثلون أي شرعية. يعني مش معقول، هذا النظام لا يمتلك شرعية، عيب على الشعب الإريتري أن يتحمل هذا النظام، عيب عيب بعد 30 سنة دون أي شرعية، ويدخلوا حرب ويخرجوا من حرب ويدخلوا في مأساة ويخرجوا من مأساة. كيف نقدر نحن نبتعد من قاتلين الجبهة الشعبية ونحن الأغلبية، نحن الأغلبية من الجماعة اللي موجودين في أسمرة، نحن الأغلبية أبناء الجبهة الشعبية كقيادات وككوادر وكمقاتلين الذين واجهوا ممارسات هذا النظام. فالقضية بالدرجة الأولى من الناحية الأخلاقية ومن الناحية السياسية. أستاذ أحمد، ليش تفصل بين الجبهة الشعبية بين الشعب والجبهة الشعبية؟ لماذا تفصل يعني؟ ليش؟ شنو الفصل بين الشعب والجبهة الشعبية؟ أنا قاعد أتكلم كتنظيم سياسي. أنا قاعد أتكلم كتنظيم سياسي أوجد حالة مشرقة في التاريخ الإريتري وهي تحرير البلد، وفي النهاية قاد البلد وهذا المجتمع وهذا الشعب قادوا إلى ظلمات. يعني في كلتا الحالتين يجب أن نكون منصفين. الجبهة الشعبية أنجزت الاستقلال ولكن لم تواصل في إنجاز مسألة حرية الإنسان وحرية البلد، بالعكس جميل. في جماعة اختطفوا هذه التجربة وسخروها لصالحهم. فأنت تطالب هؤلاء عشان يعدلوا المسار. طيب، وضحت الفكرة أستاذ أحمد. كيف يعدلوا المسار؟ تصحيح كل شيء بناء على المبادئ الأساسية التي قامت عليها الجبهة الشعبية. نحن سنأتي إلى المبادئ إن شاء الله. وضحت أستاذ أحمد. السؤال الثاني اللي بيطرح نفسه، إنه ذكرت في كلمتك إنه سياس أفورقي تحديداً أصبح مهدد كبير، وحصرت إنه منذ أكثر من 20 عاماً. أستاذ أحمد، يعني أنت أول من تنبه لدكتاتورية هذا الرجل تحديداً قبل أكثر قريب 40 سنة، وأنت قلت له كأنك تؤسس لفكرة دكتاتورية وفيما معنى أن تصبح بنوشي أفريقيا وما إلى ذلك. أنت الذي قلت في أحلك الظروف وفي موقع، وأنت في موقع مسؤولية، شنو الخلاك تقول إنه منذ 20 عاما أصبح مهدد؟ أربط لنا بين الحدث هذا وذاك. الكلام اللي قيل في فترة الثمانينات أجد حالة معينة مرتبطة بواقع ومعطى سياسي ما كان يساعد حتى للآخرين أن يصلوا إلى هذه الحقيقة، قد يكون نتيجة البعد إلى آخره إلى آخره في عوامل كثيرة، لكن الأولوية كانت مواجهة العدو مش مواجهة ديكتاتور. فالقضية لما أجينا دخلنا وبدأت قضية حرية إريتريا وبناء مؤسسات الدولة، الرجل ظهر بحقيقته تماما بالانفراد بالسلطة ورفض أي بناء للدولة مؤسسيا على رأسها الدستور ومؤسسات الدولة. طالما هو وقف عائق كبير هنا، الدكتاتورية تتجلى بشكل واضح. يمكن الدكتاتورية اللي قلت أنا في الثمانينات كانت تتعلق ببعض السلوكيات الغير مقبولة، لكن هذا أصبح مشروع كامل. الآن هذا الرجل هو الدولة، هو الملك، هو الرئيس، هو كل شيء. هذا أي إنسان يعرف هذه الحقيقة. هل هذا يجوز؟ هل هذا يتماشى مع تاريخ الجبهة الشعبية؟ السؤال موجه بالدرجة الأولى لأعضاء الجبهة الشعبية اللي كانوا جاهزين في يوم من الأيام أن يدفعوا حياتهم ثمن من أجل هذه المبادئ. الآن الرجل هذا اختطف كل شيء، هل يبقوا مكتوفي اليدين؟ هنا هو السؤال. نعم. المحور. طيب، الأساسي. لماذا حددت 20 عام؟
يعني إذا كان هذا الرجل من 91 هو اختطف المشروع يعني إذا صحت العبارة، أو من 94 مثلا. يعني هو تجلى بشكل واضح بعد قضية الحرب مع تيغراي بشكل تدريجي. في كل يوم يمر كان وجه الحقيقة وديكتاتورية الرجل تتوضح أكثر وأكثر. فالقضية جاية بمراحل ما جت دفعة واحدة أصلاً. جميل. يجب أن نراعي المسائل هذه. في العشرين سنة اللي فاتت الناس بدأت كلها على يقين أن هذا الرجل أصبح خطر على نفسه وخطر على الشعب وخطر على الوطن بصورة عامة. المسألة يجب أن لا نحددها أنه والله وكأنها ولادة جديدة. المسائل أجت عبر تراكم معين يمكن ظهر بوضوح في العشرين سنة بشكل واضح وتجلى بحيث أنه أصبح أي إنسان عادي مدرك لهذه الحقيقة. هذا المقصود. شكرا جزيلا أستاذ أحمد القيسي، لازلنا معكم مشاهدينا الأعزاء في الرسات القسم العربي، ونستضيف أستاذنا المفكر السياسي أستاذ أحمد القيسي لاستيضاح بعض المحاور فيما ألقاها من كلمة أو قدم الكلمة لمناظري الجبهة الشعبية. أستاذ أحمد، ورد في كلمتك أيضا أن هناك مؤامرات خطيرة اتخذها الدكتور أبي أحمد، وإذا كان هو يكون موجود على رأس الحكم في إثيوبيا أثناء هذا البث، وإذا لم يكن نحن نتحدث قبل أيام، يعني قلت أنه يعني يهدد وجود حرية إريتريا وسيادة. هذا المهدد الخطير اللي جملة من القرارات بيتخذها الدكتور أبي كما ورد في حديثك، سؤال يطرح نفسه، هل خطوات دكتور أبي كانت أكبر وأخطر مما اتخذه السياس أفورقي طوال أكثر من نصف قرن، حتى وإن سلمنا جدلاً 20 سنة زي ما ذكرت وهي تراكمات كما قلت، فأيهما كان أخطر من دكتاتورية رجل جاي بفعل الثورة وقانون الثورة ورجل ينظر إلى إريتريا كدولة مستعمرة قديمة؟ أنا في اعتقادي هو مكمل لبعض البعض. السيد سياس مهد الأرضية حتى يأتي أبي أحمد بأفكاره ومشروعه، لكن المسألة هي مترابطة جدليا بين ما يتمناه أبي أحمد وبين ما يهيئه سياس أفريقي. سياس يهيئ نفسه على أساس أن يكون رجل المنطقة ولا الأقليم أو القرن الأفريقي بصورة عامة، هذا طموح شخصي مرتبط بالرجل، لكن الثمن اللي يدفع هو إريتريا ودماء أبنائها. بالنسبة لأبي أحمد هناك مشروع على أساس أن يسيق واقع السياسي في القرن الأفريقي، ولو أنه هذا أصبح خلاص حلم ومنتهي مع التطورات السياسية والعسكرية في إثيوبيا. فقضية أنه ما في مناسبة يظهر فيها أبي أحمد إلا يقول البحر الأحمر بحرنا، يتكلم بكل وضوح في تكوين قوة بحرية، يتكلم بوضوح بأن الموانئ مفتوحة بالنسبة له، ومش جاي من عندياته هذا الكلام، وجاي ضمن إطار مشروع موافق عليه من قبل السياسة نفسه. ثم مدخلين حتى الصومال، الاتفاق اللي جرى كان فيه السيد فرماجو رئيس الوزراء الصومالي كان طرف. معنى أن القرن الأفريقي بصورة عامة، فالراجل الطموح بتاعته كان كبير أيضا وطموح السياس. أنا في اعتقادي يمكن في مرحلة معينة لو مشى هذا النهج وواصل كان ممكن أن يخلق حالة من الاستطرام في طموحات كلا الشخصين، لكن أنا حسب تصوري الآن بالواقع السياسي المسألة شبه منتهية وهناك معطيات سياسية جديدة. أبي أحمد لا يقل خطورة على إريتريا من السياس نفسه، هذه حقيقة. وإثيوبيا أنت قلت يجب أن ينتهي نظام أبي أحمد. وفي مقابلة سابقة أستاذ أحمد قلت إثيوبيا تظل هي المهدد الخطر، ولذلك المحافظة يعني مثلا عشان ما تكون أطماع إثيوبيا على إريتريا على أشدة ينبغي أن تستمر الثورة في تيغراي في واحدة من المقابلات، فالمهدد هو يتخطى أبي أحمد أليس كذلك؟ مهدد الإثيوبي. القصة هي معادلة، هي معادلة سياسية. كثير من الأخوة الإريتريين فهموني بشكل خطأ. أنا لما أقول يجب شعب تيغراي أن يواصل نضاله
أنا حفاظا على المعادلة في هذا الصراع. صح. حفاظا على المعادلة في هذا الصراع. إذا اختفوا إذا اختفت مقاومة شعب تيغراي بالطريقة اللي قاعدين نشوفها، الساحة سوف تكون مهيئة تماما لأبي أحمد وإسياس، وهذا يعود بالدرجة الأولى كمان إحدى مصائدنا هو ضعف المعارضة الإريترية، هذه واحد من الأسباب الأساسية. لذا إذا كنا نريد للمعادلة أن تستمر بحيث تكون في تكافؤ قوى، أو أن يكون لنا نحن أصحاب كلمة في هذا تقرير مصير هذا المنطقة، لأن نتكلم عن منطقة، فأنا في تصوري المعادلة بحاجة أن يبقوا رأس الحربة في هذا الصراع الأخوة في تيغراي، هذه حقيقة لا يمكن أن نلقيهم من المعادلة إطلاقا، لأنه نحن ناس عاجزون، يجب أن نفهم هذا الكلام. والاتجاه ماشي في ذلك الاتجاه تقريبا، حاليا ماشي في هذا الاتجاه، لكن ما زال هناك إشكالية. نعم. ما زال هناك خطر جاي من السودان في الصراع ما بين الحباب والبني عامر وإلى آخره، ومسألة الشرق هذا مهدد للكيان الإريتري أيضا، يجب أن نفهم هذه المسألة. إذا نحن مطالبين أن نرتفع بمستوانا، عاوزين نختصر القصة في قضية الجبهة الشعبية وعملية الاستيلاء على السلطة من قبل هؤلاء الناس، أن تحشم من نفس الناس، من نفس المدرسة، من نفس العقلية، من نفس الممارسات اللي كانت محسوبة على الجبهة الشعبية. لذا مسؤولية أعضاء الجبهة الشعبية تتبلور في القصة هذه. هل 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 المسألة دي منطلقة خوف من فراغ سياسي أستاذ أحمد، ولا لأنه ما فيش معادلة غير هذه؟ هو ما أعتقد أنه الفراغ السياسي هو سبب، لكن واحدة من الأسباب الأساسية فعلا هو الفراغ السياسي في إريتريا، لأنه الرجل تدريجيا بدأ يستحوذ على كل السلطة. متى ما اختفى هذا الرجل في فراغ، لا يمكن أن يعبى هذا الفراغ بالعدد الهائل من التنظيمات اللي موجودة في الخارج. طيب أستاذ أحمد، مؤسسة الجيش، هناك قطاعات ما زالت صامتة بكره تظهر. طيب أستاذ أحمد، مسؤولية إسقاط النظام يقع بالدرجة الأولى، لحظة واحدة عشان أكمل لك. تفضل. مسؤولية إسقاط النظام تقع بالدرجة الأولى على جماعة الجبهة الشعبية، ومسؤولية ملء الفراغ تقع على النضج السياسي في الوسط المعارض الإريتري، هذه حقيقة. جميل. أيوه. طيب، عدم إسقاط هذه المجموعة الجبهة الشعبية من أطراف أخرى قد يوحي على أنه ربما هو المعارضة والهنايدة قد يكون حكم بين هذا وذا. أستاذ أحمد، ذكرت في كلمتك أنك قلت أنه هذه المرحلة تعتبر من أفضل الأوقات لإحداث تغيير في إريتريا. الملاحظة على مثل هذه العبارة هي موجودة في كثير من الخطب السياسية والبيانات التنظيمية بنقراها بين هذا وذاك، لكن بالتركيز على كلمتك أستاذ أحمد، يعني أنت قلت دي أفضل الأوقات، ألا ترى أنه مرت على هذا الرجل حالات وهن وضعف أكثر من هذه المرحلة، بس لأنه مرة الأحداث في إثيوبيا بدأت تتغير وفي مهدد السودان، هل هذه هي المؤشرات على أنه هذه أخطر مرحلة؟ لا بالعكس. وهناك من يقول أنه، أستاذ أحمد أكمل الفكرة، هناك من يقول عكس بعكس ذلك، أنه الرجل في أقوى مراحله اليوم. لا بالعكس، أشرح لنا الحتة دي. الواقع السياسي الحالي أنه القضية الإريترية وقضية النظام في إريتريا لم تعد قضية إريترية بحتة، نحن الآن ارتبطنا بقضية تتعلق بالأقليم، مصيرنا مرتبط أقليم، والأقليم في حالة فوران. الشعب الإريتري والتنظيمات الإريترية بكل مسمياتها، هذا هو الوضع المناسب أن يفرضوا حقائق على أرض الواقع. لا يمكن أن ترسم مستقبل هذا المنطقة والناس اللي يسموا أنفسهم معارضين بعيدين في المشاركة في رسم مستقبل هذا المنطقة إطلاقا. هذا الرجل كان يراهن على ماذا؟ أي خسرنان، أي تفعلنان، لما كان يقول هذه العبارات الرنانة الكبيرة كان يراهن على النظام في إثيوبيا. حاليا إثيوبيا في مهب الريح،
أعداؤه التاريخيين اللي هم التجراي قربوا يصلوا إلى أديس في واقع سياسي يهددوا عشانه يهدد غيره ويرسم مستقبل هذه المنطقة. هذا هو التوقيت المناسب أن يصبح للشعب الإريتري وقواه السياسية كلمة في تحديد مصير هذه المنطقة، ومن جملتها تأكيد استقلالية إريتريا. هذا المقصود في إطار رؤية عامة للواقع الاستراتيجي في المنطقة. شكرا جزيلا، بارك الله فيك يا شيخنا وأستاذنا العزيز أحمد القيسي. المشاهدون الكرام، لازلنا في تحليل وقراءة كلمة الأستاذ المناضل المحلل السياسي أستاذنا أحمد القيسي في رسالته لمناضلي الجبهة الشعبية تحت عنوان حانت ساعة الصفر لاتخاذ الإجراءات اللازمة للتغيير. أستاذ أحمد، في كلمتك يعني ولك الحق طبعا، هذا التنظيم أنت على رأس من أسس هذا التنظيم، وصفته بأنه تنظيم هذا التنظيم تاريخيا من أهدافه إتاحة حرية الرأي وحرية الأدب وحرية الصحافة والاعتقاد والتظاهر السلمي وتكوين الأحزاب والتكوينات المهنية والحقوق الديمقراطية والمساواة وتأسيس دولة القانون. يعني في وحدين يقولوا كأنه أستاذ أحمد قاعد يتكلم عن تنظيم غير التنظيم الذي يعرفه هذا الشعب ممارساته. هذا واضح في برنامجه، هذا واضح في برنامجه. لا، فأنا دائم شنو طبعا نعم أستاذ أحمد أكمل لك الفكرة، أعطينا نماذج لهذه المبادئ السياسية على أرض الواقع، ولو مثالين ثلاثة مما ذكرته. أنا أعتقد الممسك الرئيسي في القصة هي الوثائق اللي تعبر عن الرؤية السياسية لهذا التنظيم في برامجه واضحة. جميع الوثائق اللي صدرت ونحن موجودين في الميدان واضح. هتقول لي إلى أي مدى تم تطبيق القصة هذه في الميدان؟ مورست على أرض الواقع. هتقول لي إلى أي مدى؟ نعم. أنا في لا يمكن نقول والله حرية الأحزاب ونحن نقاتل إثيوبيا. نحن نطرح المفهوم الاستراتيجي في رؤيتنا السياسية، وهذا موضح في كل مؤتمراتنا على مستوى التربية السياسية داخل التنظيم. أنا كنت واحد من المدرسين وأشهد بذلك. الانقلاب اللي حصل في إريتريا انقلاب غير طبيعي، غير طبيعي. الناس مش قادرة تدرك العمق اللي حصل. حصل اهتزاز، راحت فيها رؤوس ضخمة من الجبهة الشعبية. حتقول لي درع شريفه وتسلمون، هذه اللي كانوا يحركوا بلد، هذه المشوا شربة ماء. المسألة ما أجت مجان. لما أجت اللحظة الحقيقة أنه في مرحلة انتقالية وبعدها يجب تطبيق كل المبادئ اللي قام عليها هذا التنظيم، بدأت التصفية. أليست هذه هي الحقيقة؟ أما تيجي تقول لي والله في الجبال هذيك نعمل الإكسرسايز بتاع الديمقراطية بتاعتنا، ما كانت متاحة ولا يمكن أن تكون، لأن الواقع كان مختلف. طيب، ولكن حتى مسألة التعددية، حتى مسألة التعددية الجبهة الشعبية وضعتها، وأقرب شيء السياسي اللي وضعها ونحن في اللجنة التعضيلية للتاريخ. في مسائل فيها كثير من العجب. طيب، لا تطبق ربما هي يعني ظروف الثورة وظروف النضال والميدان، أن لا تطبق، لكن طبقت عكسها تماما. هذا هو الانقلاب، والإبعاد على المبادئ. هذا هو الانقلاب، هذا ما حدث، وهذا الانقلاب دفع فيه ثمن. الآن قاعدين نطالب من الأبناء الجبهة الشعبية اللي عاشوا هذه التجربة وقاتلوا وناضلوا من أجلها، رجاءً يجب أن تصبح لكم كلمة في إعادة هذه المبادئ، لأن هذه المبادئ دفع فيها ثمن. ما تأخرت هؤلاء الشهداء بالكامل. ما تأخرت النداء ده. طبعا هذه ليست أول رسالة أنت تقدمها لأعضاء الجبهة الشعبية وحتى لرأس رأس المجموعة ذاته. عندك خطابات صريحة ومكاشفة يعني في رسائلك الوطنية الكبيرة أستاذ أحمد، لكن ما تفتكر أنه ترديد مثل هذه العبارات والمبادئ والقيم، وإن كانت هي موجودة في المنفستو بتاعت التنظيم، بمثل هذا الوقت ألا يكون هو كأنه إعادة التجربة من جديد
بكل ما لها وما عليها؟ لا بالعكس، الناس يجب أن تتعلم. هذا لا يعني إعادة التجربة بكل بلاويها ومساوئها ومحاسنها. ما حنعيد التاريخ لأنه إعادة التاريخ مهزلة. نحن قاعدين نقول بشكل بسيط، هل هناك رغبة لهؤلاء الناس في الاستمرار لتأكيد المبادئ اللي ماتوا من أجلها أعضاء الجبهة الشعبية وجزء كبير من الشعب الإريتري في مرحلة النضال أم لا؟ هذا هو التوقيت المناسب الآن. لأنه لماذا هذا التوقيت مناسب؟ لأنه هناك مشروع إدخال الشعب الإريتري في محرقة والجيش الإريتري في محرقة. حنشوف بلاوي وبلاوي. نحن نتدارك هذا الموضوع ونقول نلم القصة، دعونا نعود للمبادئ الذي عشنا من أجلها وبس. يمكن التنظيمات الثانية يكون عندهم تحسسات، أحب أنبه في القصة هذه. أنا على المستوى الشخصي أستاذ أحمد أخذ كلامك محمل الجد، لأنك أنت لست الآن رجل تنظيم، قائد لتنظيم سياسي. أحيانا التنظيمات والخطب السياسية وكذا قد يكون هو ترويج لحزب أو هكذا، لكن على خلفيتك السياسية وخلفيتك التنظيمية ورؤيتك السياسية الفكرية العميقة، أنا على المستوى الشخصي أضع له كل الاعتبار وأخذت محمل الجد، ولذلك برضو أدعو الناس أن تشاطرنا هذه الرؤية. هي دعوة قد تقبل. الله يخليك، شكرا جزيلا. شكرا. طيب أستاذ أحمد، على كل حال هي دعوة وأتمنى أن تحصل على تجاوب الأخوة. أيوة تفضل شريف. أستاذ أحمد أنا فضل. أشكر رحابة صدرك، ولسه لا زلنا في بداية الطريق أو في منتصف الكلمة إن شاء الله. أستاذ أحمد، كده شهادة للتاريخ، أنت ذكرت أنه إسياس هو رئيس مؤقت وبعد 97 هو إكسباير، يعني غير شرعي، وإن كان في بعض الرؤى بتقول من 91 إلى 94 95، بعد 95 هو يعتبر رئيس غير شرعي. شهادة للتاريخ، لماذا وكيف تم اختيار الرئيس أن يكون رئيسا مؤقتا؟ نعم هو كان الأمين العام لما دخلوا أسمرة أو دخلت أسمرة، فأنت شاهد عيان ملابسات تعيين رئيس كده لينا للتاريخ. لا هو قد تكون حسن النوايا طريق إلى جهنم يقال. أنا أعتقد أعضاء التنظيم والناس اللي شاركوا في المجلس الوطني بحسن نية، هي مرحلة انتقالية فلنستمر كما نحن ويبقى هو الرئيس، ما في خلاف طالما نحن متمسكين بالمبادئ. إنما هو الرجل استقل الرئاسة بتاعته في تصفية الناس اللي كانوا يحاول بقدر الإمكان إصلاح ما يمكن إصلاحه. وطبعا أنت عارف في الظرف هذاك جت الحرب مع إثيوبيا وقصص القتال مع تجراي، وهذه الأمور كلها بقت عقبة أمام كثير من المسائل. يعني النفس الظروف ما كانت متاحة بالشكل الكافي. هذه القصة اللي فهي حسن نوايا لا أقل ولا أكثر. أنا ملاحظ أستاذ أحمد خارج بعد الأربع سنوات يجب أن نفهم أنهم اختطفوا السلطة، وهو على رأس من اختطفوا هذه السلطة. نعم. ولا لهم أي شرعية إطلاقا، هذا المقصود أو هذا الحقيقة أصلا. جميل جدا أستاذ أحمد. خارج هذه الكلمة اللي قدمتها، أنا بلاحظ أنك أنت في كل تحليلاتك السياسية وقراءتك ومراجعاتك الفكرية والسياسية لتجربة الجبهة الشعبية وتجربة الحكومة، أنك أنت ما بتاخذ ذلك الاعتبار الكبير لبين قوسين سياسة فرقي، فتقول لم يكن بذلك الهناي، وهي تجربة يعني تراكمية، أو يعني ما هو راجل بذلك الخطور اللي كان وبتاع، لكن خدمته ظروف، والظروف اللي صنعت منه هذا الدكتاتور وكذا. فهذا ما فيه تقليل لشيطنة هذا الرجل وإجراميته وتهديده على المجتمع؟ بالعكس، هي المسائل دائما تقاس ذاتيا وموضوعيا. من الناحية الذاتية الرجل عنده قدرات، أنا لا أنكر الرجل عنده قدرات ورجل مجتهد. أنا
في كثير من المسائل معجب بالطريقة اللي يدير بها شؤونه، بمعنى قارئ جيد، متابع جيد، جاد، عملي، أمور هذه موجودة على الصعيد الشخصي. لكن على المستوى الموضوعي، على المستوى الموضوعي المسائل نسبية، فنحن يجب أن لا نكبر من دور الرجل، ثم في نفس الوقت يجب أن لا نقلل، أن لا نقلل من الرجل في نفس الوقت، نأخذ في إطار الصحيح. بعض الناس وصل بهم أنهم شبه تأليه. ثم ما ننسى أنه السيد إسياس مع المراحل بدأ يكتسب حالة من العقلية التآمرية. يعني أنا لما أجي أشوف التطور الشخصي في تفكير هذا الرجل ما بعد السلطة، يعني في تآمر بشكل يومي، وبشكل يومي بحالة من التآمر لا تتوقف. أضف إلى ذلك أنه على طريقة العالم الثالث، جهاز الأمن زائد الجيش هي الكرابيج اللي من خلالها يحاولوا أن يستمروا في السلطة، وهذا اللي واضح الآن. لكن في الإطار التاريخي يجب أن نضع الرجل هذا أنه هو كل شيء، هو في نهاية المطاف بشر. جميل. أستاذ أحمد، ورد في كلمتك ذكر مجموعة الخمستاشر وذكر عملية فورتو وفشل عملية فورتو، وبرضو يعني فشل المجموعة وما قدروا يصلوا لشيء. أنا عايز برضو شهادة، ليش ضمنت، إيش الهدف من تضمين هاتين العمليتين فقط، مع أنه كانت في عمليات تانية حتى ولو على المستوى بتاعت المعاقين مثلاً والعصيان المدني العسكري، خلينا نقول العصيان العسكري اللي كان سنة 93 والرجل أخذوه إلى تشيتشورو أو الملعب. ليش أنت اختصرت في الحاجتين ديل؟ وهل كانت العملية الأولى فورتو والجي 15 هل كانت عملية انقلابية حقيقية لاقتلاع التجربة من جذورها؟ وين تضعها في دفتر الانقلابات العسكرية إذا صحت العبارة؟ هو أصلا لا يمكن المقارنة بين العمليتين جي 15 وعملية فورتو، هذه عندها تميز خاص. بالنسبة لحركة 93 هي حركة مطلبية كانت تتعلق بالمعاشات لا أقل ولا أكثر، صح. ما كان فيها شكل الحكم، الانفتاح على القضايا اللي كانت مجمدة، طالب كانت تتعلق بمعاشات الاقتصادية بالنسبة هذا بالنسبة لحركة 73. أيضا بالنسبة لحركة المعوقين أيضا هي لم تخرج من الإطار المطلبي، بمعنى ما كان في بعد سياسي في الطرح، كان عندهم مطالب وقد يكون محقين في هذه المطالب، لكن هذا لا يعني تغيير جذري. إنما التغيير الجذري يجي في حالتين، جي 15 وهذا وضحوه في الميثاق اللي كتبوه، بس الناس مش متابعة بشكل جيد المشكلة، دخلت عقدها في الرؤية لمشكلة الناس هذين. هم أول من طرحوا بقضية إعادة صياغة بناء الدولة وإقرار الدستور وإلى آخره وإلى آخره، كانت مطالب تنسف تماماً ما كان موجود، بل أعمق من ذلك، بل أعمق من ذلك في بعض التحليلات اللي قدموها في التشارتر اللي قدموه كان في تناول للتجربة بكل أبعادها، سلبياتها وإيجابياتها. أنا أذكر المسائل هذه. بالنسبة لحركة فورتو هي حركة محدودة، يمكن اللي أعطاها هالة كبيرة كونهم وصلوا إلى جهاز الإعلام وأعلنوا البيان رقم 1، وكان مطلبهم هو تفعيل الدستور وإسقاط الرئيس، أيضا هذه تعتبر مكمل لحركة 73. إنما قد يكون هناك في قصور معين حصل في هذه الحركة أدت إلى فشلها. أستاذ أحمد، إذا كانت الإجابة تسمح، يعني إذا أردت تجاوب لنا مع كل قراءتك لمجموعة الجي 15، ما انضميت ليهم أستاذ أحمد؟ هل كان تحليل شخصي وتحفظات من حاجات معينة؟ أنا في عدة مقابلات هذا للتاريخ، الشيء للتاريخ، أنا في عدة مقابلات كنت وضحت المسألة هذه. أولاً
لا يمكن أكون أنا موجود في نفس الوقت اللي كان مطلب عقد اجتماع المجلس البرلمان المجلس الوطني، باعتباري لست عضوا في المجلس الوطني يعني من البداية. أضف إلى ذلك أنا لم أكن بعيدا، بالعكس يمكن كنت منقمس دون ذكر أسماء، يعني معظمهم أصدقائي ومعظمهم كنت جلسة أحكي معهم. يمكن أنا أدعي لنفسي أنه بعض الأشياء في دفع هذه الحركة كان يعود الفضل لي. هنا واحد لما يتكلم الكلام هذا وكأنه يدعي، لكن على كل حال اللي حصل فكلهم أصدقائي وكانوا يفاتحوني بكل شيء. اطلعت على المطالب أستاذ أحمد قبل نشرة؟ لا، أنا أول مرة مطلب واحد عقد اجتماع، أنا كنت مسافر برا أصلا. لما جيت قابلت شريفه أعطاني الرسالة وأعطاني الرد بتاع الرئيس. بعدها كانت الحوارات تجري بينهم، أنا شخصيا كنت شفتها المسألة ناقصة جدا، ماذا يعني اجتماع حتى أنا أعمل منها حركة يعني. فبعدها أنا أذكر جلست مع شريفه وجلست أحكي له، أقول له يا شريفه يا أما أن تكون مطالبكم بالمستوى المطلوب يا أما ما في داعي لكل الحركة هذه. فأعتقد هم كان في نيتهم بصورة تدريجية يطرحوا الأمور. فبعدها مباشرة بدأت قضية طرح مسائل أكبر وأعقد، وبعدين أجل المانيفيستو بتاعتهم وضح كل شيء. فعدم ارتباطي بشكل رسمي معهم لا يعني أني كنت بعيد عنهم، إنما قلت لك في مداخل. أنا لست عضوا في البرلمان حتى أطالب، أنا كنت إنسان عادي موجود في الشارع. وما عضو في اللجنة المركزية؟ لا لا لا، لست عضوا في اللجنة المركزية أو البرلمان. أنا تم الطلاق معي في مؤتمر نقفة 94. نقفة 94. جميل. أستاذ أحمد، ذكرت الشباب والتفاتك للشباب، أنا بشوف محمد كويسة وقلت إنه هم صانعوا المستقبل والرهان عليهم، ودائما الشعوب بتعتمد على الشباب. لكن أستاذ أحمد، إذا كان نداءك هو لمناضلي الجبهة الشعبية وهؤلاء الشباب الذين تعنيهم ومناضلي الجبهة الشعبية، يعني لو قلنا مثلا بعد 94 بعد إعلان الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة، تاريخيا الجبهة الشعبية هي خارج الفعل والموضوعي الموضوعية السياسية يعني. حتى لو سلمنا جدلاً على أن الجبهة الشعبية مستمرة حتى الآن، الجبهة الشعبية هرمت قياداتهم كلها، وتعتبر قيادات هي بحكم الدول المستقرة هي قيادات معاشات يعني. فإيش قصدك للشباب؟ إنه أليس يعني كيف الشباب أنت دخلتهم هنا، وأنت خطابك للجبهة الشعبية اللي هم يعني خلاص في عمر المعاش تقاعد، ينبغي أن يتقاعدوا يعني، شوف لنا الحكة دي كيف. لا، هو أصلا إذا كنا نريد أن نبني المستقبل فالمستقبل يقع على عاتق الشباب، هذه حقيقة. هذه نقطة. بالنسبة للمقاتلين الجبهة الشعبية قد يكونوا وصلوا إلى سن التقاعد وسن يلعبوا فيه ورق مش يفكروا في مستقبل. يلا، إنما القضية نعم هم للأسف يلعبوا بأرواح الناس. القضية أنه هؤلاء يمتلكوا التجربة، هؤلاء يمتلكوا المعرفة، يجب أن يستقلوا هذه المسألة في إيجاد واقع سياسي جديد. لكن من يحمل الراية ويستمر بها؟ هذه مسؤولية الشباب. نحن مسؤولين أمام هؤلاء الشباب حتى نحسسهم الطريق الصح من وحي تجربتنا إحنا. هذا هو المقصود أصلاً. لا يمكن أن المسألة تبدأ من أعضاء الجبهة الشعبية وتنتهي عندها. هو مش عقد كونترات الجبهة الشعبية، مش عقد، هذه حركة صيرورة بتاع مجتمع فيها شباب وشيوخ وإلى آخره. أنا في اعتقادي أنه أعضاء الجبهة الشعبية يعرفوا حجم الكلفة اللي دفعوها مقابل إخراج في النهاية سيء لنظام سيء. هذه الحقيقة كيف يقدروا يبلوروها للشباب؟ يكونوا أنجزوا مهمة تاريخية. ما تنسى أنه ثلاث أرباع الشباب موجودين مجندين في الجيش، هم اللي يحسموها في نهاية المطاف. نحن مش عاوزينهم يدخلوا هذه المحرقة.
المحرقة قادمة قادمة قادمة. التجراي مش حيسكتوا لما جرى في شعبهم وما جرى في بلادهم وما جرى في كل شيء. بكرة حنسمع حاجات تانية، واللي حيموتوا يدفعوا ثمن هم الشباب. نحن قاعدين نتدارك من خلال هذه الدعوة أنه نضبط المسألة، أنه قضية تجراي مع إريتريا هي قضية مع الحكومة الإريترية وليست مع الشعب الإريتري. يجب أن يفهموا التجراي هذا تماماً، ألا يضعوا أبنائهم وقود، وألا يعملوا من أولادنا وقود في حروب عبثية لا لها معنى عشان يصفوا حساباتهم. طيب هذا المقصود. أنا في يعني لو 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 ظهرت لنا مجموعة من الشباب مثلاً، هس الناس قاعد يستمعوا لنا مجموعة من الشباب ويقولوا يا أخواننا نحن نكون واضحين، نحن كشباب يعني فقدنا الثقة في الجبهة الشعبية قيادة وتنظيما، بالذات فترة ما بعد 91، ففقدان الثقة في تجربة الجبهة الشعبية إزاء الشباب إلى درجة نص الشباب في محرقة الحرب في قوات الدفاع، والنص الآخر خرج هائم على وجهه، جزء منه ابتلعته الصحارى والبحار. ففقدان الثقة دي تقول يعني لو قالوا لنا الشباب ماذا تقولون؟ أين الثقة وأين كيف نصدق بعد كل هذا؟ ما هو ردك أستاذ أحمد للشباب؟ لا أنا الدعوات من هذا النوع ليست استجداء، أنا أرفض هذا المنطق. إذا كان في إجماع من الشباب أنه والله نحن فقدنا الثقة تماماً بالتجربة عظمتها قبل التحرير ما بعد التحرير، وهم مش راضين يعملوا، يبقى هذا القضية قضيتهم. لا يمكن أن يكون في استجداء في النظام إطلاقا في تقديم حقائق وقراءة سياسية. هل هم مستعدين أن يفهموا هذا الواقع وأن يقروا قراءة صحيحة وأن يستفيدوا من تجارب هذا الرعيل الأول؟ هذه هي القصة. أما أن يضعوا إكس نحن لن نثق بعد الآن، إذن ما في نظام، ما في أي كلام، كلنا نسكت ونخلي السياسة تستمر. نعم، وتبقى المسألة حندفع الثمن كلنا، يعني ما في شك دفع. طيب. الثمن موجود في كل الأحوال. والله أستاذ أحمد أنا أشكر سعادتك ويعني رحابة صدرك للإجابة على كثير من تساؤلاتنا، ونحن قربنا هسي في حديثنا حديث الصراحة. أستاذ أحمد ذكرت في كلمتك أيضا أن الهوية الإريترية قد تغير، ماذا تعني؟ أولا ماذا تعني بالهوية الإريترية أستاذ أحمد كرجل سياسي ومناضل ومفكر؟ شوف أنا مقتنع تماما. أو مفهومك للهوية شنو؟ ما أنا حجيلك في النقطة هذه. أيوة. بناء الوطن ما زال مشروع. رؤيتنا للهوية الوطنية الإريترية في الجبهة الشعبية كان طريق سالك لو كانت الأمور جرت بكثير من الإيجابية، بمعنى خلق الشخصية الوطنية بأبعادها، بعدها الأفريقي وبعدها الشرق أوسطي، بعدها الديني مسيحيا وبعدها الديني إسلاميا، كان ممكن الخوض بشكل معمق في بناء الشخصية والهوية. لكن ما جرى أخيرا عبث بالصورة كاملة. نحن بحاجة إلى تصحيح هذا الوضع، وهذه قضية خطيرة جدا. نحن لا نعاني منها، يعاني منها السودان، يعاني منها إثيوبيا، لكن نحن اللي كمجتمع كثورة كنا أقرب لهذه المعالجة. المشكلة إنه هذا النظام بقى عائق، هذا اللبي، هذا ما بعرف إيش، كلام أهوج ما عنده أي معنى، صور على أساس إنه يمثل هوية الإريترية. طبعاً الهوية الإريترية مشروع ما زال قائم في بنائه، لكن الواقع السياسي اللي أوجده هذا النظام بقى عائق. هذا هو المقصود. نحن أمامنا هل النظام فرض هوية معينة في هوية أحادية؟ لا هو ما فرض هوية معينة. لا هو ما فرض، هو تقدر تقول عليه غلامي، ما في صورة، كلها قائمة على شعارات، كلها قائمة على شعارات. يمكن في ملاحظة بعد حركة الفورتو بدأ تصفية المسلمين على مستوى الإدارات، في عملية جرت يمكن بتوح
جهة معينة أنه والله انفولفد داخلين في المشروع الإنقلابي هذا أم لا، ما أعرف أنا المقصود، لكن عملية استهداف المسلمين وكوادر المسلمين والنخبة الإسلامية اللي كانت موجودة هذه تضع علامة استفهام كبيرة. لم تبدأ من 94 أستاذ أحمد؟ كيف أنت ليه قاعد تختصرها وتبتسرها بهذا الشكل؟ لا هو كانت في بعض المباريات تقدم، كانت بعض المباريات تقدم إنه والله هذه عندهم ارتباط بالحركة الإسلامية، هذه ما بعرف إيش، يعني حاجات من هذا، لكن الشكل النهائي وبشكل تعسفي وبشكل معلن أجت بعد حركة فورتو تماما. الشعب ده ما يجب أن يتنبه المكون الإسلامي. لا الشعب ده ما دفع من علماء وشيوخ وأساتذته وتجار وكذا. لا لا لا. ذات من الطائفة. أنا ما أنكر إنهم ما دفعوا، إنما شكل المبررات اللي كانت تقدم. مثلا لو أخذنا الاعتقالات اللي جلت في 94. ارتباطات ما بعرف، في كثيرين من الأبرياء اللي راحوا فيه تحت حجج واهية، لكن الشكل النهائي في عملية التصفية واللي عناصر بارزة من المكون الإسلامي جرت بعد فورتو. بس هذا لا ننكر أنه دفع ثمن هائل، وهذا ما يجب أن ينتبه للمكون الإسلامي أصلا. مكون إسلامي لما تقول أستاذ أحمد داخل تجربة الجبهة الشعبية وأنت سيد العارفين، المكونات العقدية تركيبة الجبهة الشعبية أعتقد هذه ليس لها محل من الإعراب. ليش قاعد تصير على أنه مكون إسلامي وكذا؟ لا أنا لا لا هو 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 نكون واقعيين. المكون الإسلامي قيب نفسه بنفسه، يعني بعد خروج جبهة التحرير تقدر تقول المكون الإسلامي اعتبر الجبهة الشعبية هذا مكون مسيحي بالمطلق، وهذه كانت خطيئة كبرى الآن يدفعوا ثمن بتاعتها، مع كثرة الاستشهاد وعملية التجنيد الإجباري والقفة خلت الموازين، طلع أنه معظم الناس كانوا مسلمين. فأنا في تصوري هذه المسألة بحاجة إلى دراسة. المنفذ بتاعت نحنان على ما نحن المكون الإسلامي. لا لا أنا ما أؤمن بها كثير. لا منافسته بتاعت واحد بتاعت نحنان على منان هو يصف إنه الجبهة تنظيم إسلامي وهكذا، يعني فالاستفهام كان ما من الجبهة. حبيبي هذا الكلام كتب سنة 71، كانت الدنيا تاني والواقع تاني، بعدين تغيرت الأمور. هذه مسائل أنا في التاريخ بحاجة إلى دراسة، أنا عندي رأي مختلف. نحن على منان ولا المسيحيين بأشكالهم، هذا كل الأصناف هذه مرت علينا وعارفينها مظبوط، لا تودي ولا تجيب. هم كاتبين نحن على منان عشان يبرروا وجودهم كقوة مسيحية في الفترة هذه. أيوة. وكان في اتجاه داخلهم يسعى لهذا، لكن في نفس الوقت كانوا راسلين وفد إلى سبع على أساس ينقذهم. فهذه مسائل بحاجة إلى نعم لا في داخل صحيح. في داخل حيثيات المانيفيستو بتاعت نحن على منان أستاذ أحمد في أوصاف غريبة وواضحة جدا على أنه الجبهة توجهها كذا وعروبة وإسلام وهكذا، يعني تبرير أنفسهم أنفصلوا ولا تعني شيء. طلع بعدين الجبهة التحرير الإريترية معظم المكون اللي كان مسيطر عليها بعد 75 طلعوا كلهم مسيحيين. صوت حينكروا هذه الحقيقة. أنا هذه مسائل خلافية صراحة. جميل بحاجة أحمد على ذكر المنافستو ده، تفتكر المنافستو هو يعني حدث له تغييرات في طرحه مثلا في كتابته، ولا هو كان واحد انتهى واحد يتيم طلع ايام ما كانوا لوحدهم وبعدين انتهى معه، انتهى سنه كم للتاريخ انتهى كرؤيه سياسيه بالنسبه لي متى انتهى؟ لما اتحدت مثلا؟ لا لما جت الحرب الاهليه قلبت كل شيء. الحرب الاهليه اوجدت حقائق عجيبه جدا، فالحرب الأهلية هي اللي قضت على المسائل هذه.
طيب بالعودة ل أنا ما أعطي القيمة هذه المسائل. بالعودة لكلمتك أستاذ أحمد، أيوة أنت طلبت الاعتذار، مناظري الجبهة الشعبية ينبغي أن يعتذروا للشعب الإريتري جراء الأخطاء التي ارتكبت بحقه، وتطالب بالاعتذار. أولاً، ما هي صيغة الاعتذار التي تطالب بها أستاذ أحمد؟ هل مجرد خطأ؟ الإقرار بالأخطاء. الإقرار بالأخطاء. كثيرين من أبناء الجبهة الشعبية يرفضوا هذا ويعتبروا أنفسهم هم المحررين، وهذا يلقي كل الذنوب بتاعتهم. هذا خطأ، هذا خطأ. يجب الاعتراف بكل الأخطاء. الاعتراف بالأخطاء هو الاعتذار للشعب الإريتري. نحن عملنا وسوينا وفعلنا وهذا كان خطأ، يكفي، هذا كفاية. أدينا آلية للاعتذار. حتى لما الجبهة الشعبية دي كلهم في خيمة واحدة؟ لا كده ورينا ممكن. لا 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 لا، الجبهة الشعبية كتاريخ يجب أن يقر، تطلع أشياء ذات مستند في التحليل، يجب أن يقر هذه المسائل في التحليل، كيف يصادق عليه وإلى آخره. نحن ما حنعمل مؤتمرات عشان نعتذر، المسألة مش بهذا الشكل. لكن إقرار أنه والله الجبهة الشعبية في النهاية جابت هذا النظام، وهذا النظام فعل وعمل إلى آخره، ولذا وجب الاعتذار أمام الشعب الإسرائيلي. إيش حيطالب الشعب الإسرائيلي أكثر من كده؟ طيب، لكن جديد. عدم القبول أنك أخطأت ومعتبر نفسك صح لأن بندقيتك هي اللي جابت الاستغلال، هذه المسألة يجب أن تنتهي. أستاذ أحمد، نحن نؤسس لدولة، ننشد إلى أن تكون دولة مؤسسية ودولة القانون. أنا كصحفي الآن أسألك أستاذ أحمد، لو قعدت لي الجبهة الشعبية قدامي كده كلها يعني، وخلاص تهيأوا للاعتذار للشعب بإقرار مكتوب رسمي معلن، فلو سألت أنا قلت يا جماعة الاعتذار الحقيقي للشعب الإريتري هو تقديم أو تسليم السلطة كاملة لهذا الشعب المناضل، وتكوين حكومة مدنية تكنوقراط من كفاءات، وكفى تجربة الجبهة الشعبية أنه هي حررت. هذا السؤال لو طرح هكذا طرحته أنا كذا. هذا ليس سؤالا، هذا ما يجب أن يكون. هذا ليس سؤالا. الاعتذار معناها مش نختفي من المشهد السياسي، شأننا شأن الآخرين. من يقرر النظام السياسي ومستقبل إريتريا الصندوق والشعب، انتهى. أيوة، ما في واحد يهيمن. يعني كده طمنتنا نحن كصحفيين لما لكن مجرد اعتذار تعتذر وتبعد على كده. لا وتبعد. انت لابد ان تبيع كلام. قضية ما مش بيع كلام. القضية مش بيع كلام. والله نعتذر والعفو منكم، كنا هذيك الأيام شوية مسطلين ولا عاملين كلام فارغ. القضية الجبهة الشعبية هم ارتكبوا الخطيئة بمجيء هذا النظام. يبتعد من المشهد هذا النظام، شأنهم شأن أي قوة سياسية تحتكم إلى الصندوق، والشعب الإريتري يبلور إرادته عبر الصندوق وتنتهي المسألة. يبقى انه حكومه مدنيه، ما في واحد يحتكر العمل السياسي، حكومه مدنيه، حكومه كفاءات بالضبط ما يجري في السودان حاليا. نعم، حكومه كفاءات. شكرا. المطالبه بحكومه مدنيه وكفاءات الى اخره. تكنوقراط. استاذ احمد، انت بارك الله فيك، شكرا لك. استاذ احمد، انت في كلمتك خصصت كل النجاحات اللي حققتها الثوره، وما في شك انه إنجاز 91 لا ينكره إلا زول مكابر يعني، ولكن نجاحات كل هذه النجاحات خصيت بها مناضلي الجبهة الشعبية لتحرير إريتريا فقط. ألا ترى منطقيا وموضوعيا أن الجبهة الشعبية هي امتداد لجبهة التحرير الإريترية، وأن عدم التصالح ذاته والتمادي في الأنوية القديمة للجبهة الشعبية أنه هو دخل البلد في هذا المستنقع الوطني السحيق، فأنت يعني
ليش دائما الإنجازات دي خصيت بها الجبهة الشعبية؟ لا، هو الإنجازات تم تحقيقها بوجود جماعة الجبهة الشعبية، لكن في نهاية المطاف يجب أن نقر حقيقة، لولا جبهة التحرير لما وجدت الجبهة الشعبية. أيوة. كده بالمختصر، هذا تاريخ تسلسلي مترابط، ما في واحد يأخذ فيه امتياز. لولا جبهة التحرير لما كانت هناك ثورة، لما كانت هناك الجبهة الشعبية لتحرير إريتريا، هذا حقيقة مطلقة. لكن الإنجازات القليلة اللي عملوها جماعة الجبهة الشعبية خلينا ننبسطوا بها، بقدر الإنجازات عملوا بلاوي ما ترفع أصلا من المجتمع. ما نحن عارفين القصة وخابرينها. جميل أستاذ أحمد، أنت ذكرت في الذي يقرأ الكلمة ويستمع لها بتقول إنه على مناضلي الجبهة الشعبية أن يتداركوا الموقف الآن خوف أن تقع إريتريا في حبائل الحكومة المركزية في أديس أو في دهاليز ومؤامرات مجموعة تيغراي ومن والاهم، يعني فقط عشان نطلع من ديل. وكأنه الواحد يستشف أنه، وإن كان ذكرت أنت في معرض حديثك الآن وإجاباتك أنه أنت لا يعني في الكلمة لا تسعى للدولة، تأسيس دولة القانون، بس خوفا من هذا الشر وهذا، فخلونا يا جماعة نحافظ عليها كده كما هي. فيمكن واحد يفهمه كده أستاذ أحمد، وإن كان أنت أجبتها ضمانة الضم. المعطيات السياسية الآن إنه المسألة الإريترية ربطت بواقع إقليمي معين. يعني نحن لما نناضل الآن نحاول بقدر الإمكان أن نعالج الخصوصية بتاعتنا. معالجة الخصوصية بتاعتنا هي الضمانة الأساسية، مجتمع متماسك، مجتمع قائم على حرية الفرد وحرية التعبير وحرية، هذا كله حقوق موجودة. أنت طالما قاعد تحجب هذه الحقوق عن الشعب ما تقدر تقول له دافع عن أرضك. أنا مرة في سيمينار ذكرت لا يمكن أن تتكلم عن السيادة وأنت فاقد للشرعية. هذه المعادلة الخطأ اللي موجودة في إريتريا. الناس هذين في السلطة غير شرعيين عن أي سيادة بلد يعيح. إذا نحن في مهب الريح موجودين. طالما القضية ربطت بواقع أقليم، لم تعد مشكلة الشعب الإريتري معزولة تماما عن ما يجري في الأقليم. لذا نحن يجب أن نتدارك المسألة هذه، في أمور يجب أن نعالجها داخليا، وهي صمام أمان تماسكنا وصمام أمان أمام هذا التيار الجارف اللي جاي من الأقليم، وفي نفس الوقت كمان أن يكون لنا موقعنا الصحيح في التوازنات القائمة في الأقليم. هذا المقصود. جميل. قبل الأخير أستاذ أحمد، أنت قلت على مناضلي الجبهة الشعبية وهم أحياء الآن ويسمعوا ويعوا، لمن بيده آلية التغيير بالذات الموجودين في الداخل. أول كذا قبل ما أخش، هل تعني مناضلي الجبهة الشعبية لما تقول الموجودين في الداخل والخارج تخطهم كلهم في كوم واحد أستاذ أحمد؟ لا، هي الأسباب سياسية وأمنية. الأسباب سياسية وأمنية لا يمكن أن تتكلم ما يجري في الداخل، إنما هناك حراك في الداخل. نحن أنت خطابك للداخل والخارج، هو للداخل والخارج، إنما أن نتناول خصوصيات موجودة في الداخل، أنا لاعتبارات أمنية وسياسية عدم الحديث في هذه المسائل، إنما ممكن نتكلم بانفتاح عما هو موجود بالنسبة لإخواننا في الخارج. هذا المقصود. واقع في الخارج سياسي ديل، في الخارج ديل هل كلهم كتلة واحدة؟ ما تأثروا بطبيعة الخارج؟ إذا تأثروا هذا متروك لهم، هذا موقفهم. إنما دعوتك هي للكل، لا يمكن أن تكون لجزء. طيب أستاذ أحمد، أنت وجهت خطابك وكلمتك إلى، وأنت في مقامك التاريخي والتنظيمي والقيادي، يعني المسألة كانت مفتوحة كده على عواهنها، يعني ما فيش سقف زمني، وقد يكون تحديد سقف زمني غير موضوعي، لكن كثير ما نسمع إنه الآن هي الوقت المناسب،
لا بد من اتخاذ خطوة لتصحيح المسار أو لتغيير المسار كما قلت أستاذ أحمد. فلنفترض أنه ما فيش حد يزول سمع كلامك ده أستاذ أحمد، ما هو حكمك؟ هل لديك حكم نهائي على مناضلي الجبهة الشعبية؟ هل هو نداء مطلق كده إلى هو ليس نداء بالمطلق كذا بعفويات يعني، لكن على كل حال لكل حادث حديث ممكن نلتقي في وقت قريب ونشوف النتائج. جميل جدا. وأنت قفلت علي السؤال اللاحق يعني، لكن طالما قلت لكل حادث حديث أنا حاجيف هنا. في ختام هذا اللقاء أستاذ أحمد، وأنت تجيب وتجيب السياس، أحياناً بتقول السيد السياس، وأنت وصفته بأنه هذا الرجل مش الآن، من الثمانينات أنت خاتيه في قالبه الحقيقي، وأنا على المستوى الشخصي بقول ما فيش حد زول قاعد يخطه في قالبه الحقيقي زي ما أنت بتخطه وشاطرك الرأي، لكن بتقول السيد الرئيس مرات، السيد السياس بتقول هذه السيادة دي كيف ما قادر تتحرر منه أستاذ أحمد؟ وماذا تعني سياسياً لرجل يفكر سياسي؟ أنا أعني بها شيء واحد، احتراماً للمنصب، لأنه تعبير عن الشعب الإريتري، احترامي للشعب الإريتري. أنا لا أتكلم عن الشخص كشخص، لأنه سيد الرئيس ما زال رئيساً على الإريتريين، واحتراماً للشعب الإريتري أنه له رئيس، لكن ما أي نوع من الرئيس أنا لسه ما دخلت في التفاصيل، هذا موضوع ثاني. فالعملية جاية إكراماً وتقديراً للمنصب لأنه معبر عن واقع الشعب الإريتري، لا أقل ولا أكثر. جميل جداً. عزيزي المشاهد، زي ما أنا عندي طلب معين للأستاذ أحمد في ختام هذا اللقاء، أنا عندي لكم طلب، لا تبتسروا هذه المقابلة من جزئية معينة، إذا عايزين تحكموا عليها اسمعوها كلها، لأنه نحن نعاني من ابتسار شيء وأخذ حتى تعجبك كده وتقوم تروج لها وتتكلم. فإذا أردتم أن تقيموا هذه المقابلة بما طرح من أسئلة وإجابات الأستاذ المناضل المفكر أحمد القيسي، استمعوا لكل الكلام اللي قالوا والذي طرحناه. هذا رجائي لكم، ورجائي لك أستاذ أحمد، أدينا تقييمك، لأنك أنت رجل إعلامي ومفكر وسياسي وقائد في نفس الوقت، تقييمك عما طرحناه من محاور، وإن كان المسألة نتركها للمستمع والمشاهد. على المستوى الشخصي أستاذ أحمد، هل أجبت على تساؤلات كان في خاطرك إنه، والناس برضو ممكن تتحدث عن الكلمة سمعوها في التجرينيا، وكيف وجدت تساؤلاتنا عما ورد في حديثك؟ بصراحة لا، هو بالواقع بكثير من الصراحة، أنا في اعتقادي إنه هذه المقابلة والأسئلة اللي طرحت عمقت الفهم فيما يتعلق بالرسالة اللي كتبت لأعضاء الجبهة الشعبية، وبلورت كثير من التساؤلات اللي تطرح من قبل كثيرين، إنه هل هذا الدعوة مقصورة على جماعة الجبهة الشعبية، وهل أصبحوا هم البديل لهذه التنظيمات؟ هذه مسائل وأسئلة أنا من حق أي إنسان أن يسألها. أنا أعتقد البرنامج وأسئلته لعب دور كبير في توضيح الصورة، وبلورت إجابات لكثير من التساؤلات اللي يمكن أن تطرح حتى من الإنسان العادي في تصوري. والباب مفتوح لكل معارض ولكل مقاوم، مفتوح لكل واحد بما فيه النظام في أسمرة. إذا كان عاوزين يناقش ده مفتتح جديد إن شاء الله لحديث. أنا والله هذه شهادتك أعتز بها أستاذ أحمد، على المستوى المهني وعلى المستوى الشخصي كذلك أعتز بهذه الشهادة، لأنك أنت الأستاذ أحمد القيسي ولنا حديث معك، وأنا أتمنى يعني في المستقبل داير أعمل معك لقاء يا أستاذ أحمد. الأستاذ أحمد خارج السياسة تماما إذا صحت العبارة، وقريبا إن شاء الله نجي نقعد نحكي عن ذكريات وهدوء كده وبتاع بعيدا عن السياسة. أشكرك خير إن شاء الله، أبارك الله فيك، نقدر ظروفك العامة والخاصة أستاذ أحمد، ورغم هذا وذاك تفضلت معنا بالإجراء بالحديث معك. مشاهدينا الكرام،
أرجو أن نكون وفق هذه الحلقة مع الكلمة وتساؤلات عنها وضحنا ما ينبغي توضيحه. في ختام هذا اللقاء تحيات الأستاذ العزيز الإعلامي السياسي المفكر أحمد القيسي أستاذنا، وتحياتي لكم أحمد. شكرا جزيلا. الإعداد والتقديم. شكرا جزيلا. عاود تسفى يوهنس كداني في المونتاج، وأخونا إدريس أبو هاشم في القسم العربي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.